ولمزيد من الحديث والنقاش عن زيارة الكاظم لطهران في وقت يضيق الخناق على إيران دوليا ويرفض الشعب حكامها داخليا، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ هلال الدليمي. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا، عليكم السلام. أولا، هل ثمت مغزى لتوقيت زيارة الكاظم إلى طهران التي تواجه مزيدا من العزلة والضغط الدولي والحصار الاقتصادي الأمريكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. أولا دعني بثواني أعزي الشعب العراقي بفقدان الفريق الأول ولكم سلطان هاشم رحمه الله وغفر له. الأمر الذي سألتني عنه، هل هناك مغزى؟ أولا، هل كان الكاظمي بعيدا عن الملف الإيراني؟ الكاظمي هو جزء من الملف الإيراني وهو يغازل إيران وله عدة غايات في هذه الزيارة. الشيء الأول هو الضغط الإيراني المتواصل على أطراف العملية السياسية في العراق لعدم الذهاب إلى الجانب العربي، وكلكم تعلمون أن هناك كانت مخطط زيارة الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية وفتح ملف الكهرباء، وهذا ما دفع بجواب ظريف للمجيء على وجه السرعة إلى بغداد للاطمئنان على استمرار تنفيذ الحكومة ما تسمى بين هلالين العراقية للأمور الإيرانية ودعم الاقتصاد الإيراني المنهار. هذا جانب. الجانب الآخر، الكاظم أيضا يحمل رسالة من الأمريكان إلى إيران، وهذه وهذا العمالة المزدوجة هنا وهناك لكل الأطراف بالنهاية تخدم الجانب الإيراني. نحن نلاحظ من خلال 17 سنة أن التجاذب الإيراني الأمريكي على الساحة العراقية دائما ما يذهب باتجاه خدمة المصالح الإيرانية وإبقاء العراق ساحة مفتوحة للاقتصاد الإيراني. في الوقت الذي يضيق العالم على إيران يبقى العراق مفتوحا على إيران برضا أمريكي. إذا هناك في الحقيقة دكتور، يعني كلامك في النهاية يدفعني للسؤال المهم، وهو طبعا سؤال يأتي في كتابات وعلى ألسنة الكثير من المراقبين والمحللين للشأن العراقي الإيراني. السؤال عن الذي يمكن أن تقدمه دولة محاصرة ومنبوذة إقليميا ودوليا لدولة متهالكة مثل العراق الحالي، ما الذي يمكن أن تقدمه إيران للعراق؟ إيران تقدم الكراسي للذين يريدون البقاء في السلطة من خلال الدولة العميقة التي أنشأتها إيران داخل العراق من الميليشيات والحشد وهذه المسميات، وكل هؤلاء الأشخاص يعرفون جيدا أن إيران هي التي تمتلك زمام العملية السياسية وهي التي تستطيع أن تسقط هذا وتقتل ذاك وتغتال الكل، لأنهم أنشأوا الدولة العميقة لهذا الغرض. ولهذا السبب لا تجد أن كل من في العملية السياسية سنتهم وشيعتهم وكردهم وعربهم وتركمانهم يذهبون إلى إيران لضمان البقاء في الكراسي، لأن العملية السياسية أخرجت من رحم الشعب العراقي ومن جسد الشعب العراقي إلى الأصابع الإيرانية التي تمتلك القوة وتمتلك السلاح وتمتلك الدولة العميقة وتمتلك عمليات الاغتيال والقتل وتسييس القضاء بأيديها من خلال عملائها الذين قاتلوا معها خلال حرب 8 سنوات، استطاعوا أن يضعوا كل شيء، كل هذه المفاتيح بيد إيران. بالتالي إيران تستطيع أن تخنق هؤلاء السياسيين الذين لا هم لهم إلا المنصب السياسي وما يؤول إليه المنصب السياسي من مكاسب، ولا ماذا قدموا للشعب العراقي غير الويلات؟ والشعب العراقي ثائر عليهم منذ شهر تشرين ولحد الآن، والكل رافضهم، ولكن من الذي يثبتهم في الحكم؟ هما الجانب الدعم الإيراني. نعم. وإغماض العين الأمريكية عن هذا الملف الذي أصبح مفضوحا أن هناك تعاونا أمريكيا إيرانيا على إبقاء العراق على هذا الحال وجعله مستورثا من قبل إيران ومن قبل العصابات والميليشيات وما إلى ذلك، ويبقى اقتصاده ضعيف ولا يمكن أن يتقدم. نعم. طيب أستاذ هلال، أشيع في إطار التسويق على ما يبدو للكاظمي سياسيا وإعلاميا أن الكاظمي أسمع طريف كلاما قاسيا أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد في إشارة إلى تغير جذري في التعاطي مع إيران وتدخلها في العراق، هل يمكن باعتقادكم أن يحدث مثل هذا الكلام الذي أشيع مؤخرا؟ والله أنا لا أعتقد هذا الكلام صحيح، لأنه حتى وأن يشيع فهو الهدف منه إعطاء صورة للكاظمي غير الصورة الحقيقية التي هو عليها.
لأن نعرف أنه لو كان هذا الكلام حقيقيا لما ذهب لإيران بهذه السرعة. إذا هناك منادات من قبل المسؤول الأعلى للإيراني إلى الكاظمي أو غيره، فعليه أن يجيب طيب. ويسارع. أما أنه هذا الكلام وصلت الفكرة أسمع ظريف كلاما قاسيا، أعتقد يعني هذا الكلام استهلاك إعلامي ليس. طيب. طيب أستاذ هلال، هل سيطلب الكاظمي باعتقادكم مساعدة إيران في لجم الميليشيات المرتبطة بها في العراق، والتي باتت تصرفاتها كما تعلمون خاصة الهجمات على المصالح الأجنبية والقواعد الأمريكية تحرج الكاظمي وتحرج حكومته أمام المجتمع الدولي وتظهره وكأنه فاقد السيطرة على البلاد؟ يعني إيران لن تعطي للكاظمي ما يريد إلا عندما يعطيها ما تريد. يعني لو افترضنا أن الكاظمي ذهب بإيصال رسالة أمريكية كما قلت في بداية حديثه إلى الإيرانيين بأن يلجموا ميليشياتهم في العراق، فإن إيران لن تستجيب إلا بأن يستجيب الكاظمي لأمر هو ربما يكون أشد من هذا. نعم. أن ينفذ ما تريده إيران في العراق، وهو الجانب الاقتصادي واستمرار السيطرة الإيرانية على مجريات الأمور في العراق، وبالذات ما يتعلق بالجانب الأمني وجعل العراق ممر للحرس الثوري الإيراني لتنفيذ ما يريد في العراق وفي المنطقة. فبالتالي إذا كان الكاظمي سيطلب من إيران تحجيم الميليشيات، ماذا ستطلب إيران من الكاظمي بالمقابل؟ نعم. لأن إيران أسست هذه الميليشيات لغرض، وهذا الغرض لا يزال الحاجة له قائمة، وهو الذي يعطي إيران القوة كما أسلفت في العراق في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري والسيطرة على كل مجريات الأمور داخل العراق، وتهميش الجيش والشرطة والأمن والأمور الأخرى كلها. نعم. أصبحت خارج حدود إنها لا تعمل. الذي يعمل هو الميليشيات وهذه التي ترتبط بإيران ارتباط مباشر، وتهدد الكاظمي وهددته علنا. نعم. يعني لا تجد أن رئيس حكومة هناك ميليشيا معروفة ولها مقرات تهدد رئيس الوزراء ويسكت عنها لو لم تكن هي أقوى منه. شكرا لك الأستاذ هلال الدليمي من عمان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، نشكرك جزيلا.